جدا ان احنا نتكلم عن حقوقه في ضمن المتغيرين. التغير الاول مرتبط بالتجاوزات اللي بتحصل في حق الجمهور هذه الايام من وسائل الاعلام سواء كانت الدوليه او المحليه. احنا بنشوف افتئات على حق الجمهور في رمضان اللي فات، مساحات الاعلام كانت زايده، نوعيات الاعلانات المنشوره سيئه، الصور واللقطات اللي بتنشر للضحايا والقتلى في الحروب والجرائم العاديه، ايضا عدم اتاحه فرص رد للجمهور. كل هذه اشياء بتقول لنا لابد انه يبقى فيه اليات للتعامل مع هذا. ايضا مساله سيطره افكار واتجاهات انتقاميه على هذه الوسائل.